أول الشهر دايما كل الأسر المصرية بتسعى لإدارة ميزانية البيت علشان يبقى فيه إدارة سليمة، طبعا ما يحصلش عجز أو نقص في الموارد، ويعني إلى حد بعيد بتكون دايما دي مسؤولية سيدة المنزل أو سيدة الأسرة، أو يعني السيدة أو الست اللي في البيت، يعني هي اللي بتبقى مسؤولة دايما. الراجل بيشيل إيده ويديها الفلوس وأعملي بقى أنت الميزانية. في حلول كتير بالتأكيد ممكن نعمل بيها ترشيد للاستهلاك، بنقلل الهدر من الطعام، ودي نقطة مهمة جدا. حكاية الهدر دي من الحاجات الأساسية اللي لازم كلنا نفكر فيها، لأن على الاختلاف المستوى لكن في بيوت كتير جدا جدا بيحصل فيها عملية الهدر. النهاردة هنتكلم على إزاي تقدري تعملي الميزانية بشكل سليم ما يحصلش فيه أي نوع من الهدر من موارد المنزل. بتشرفنا الأستاذة بسمة السباعي، خبيرة في إدارة الاقتصاد المنزلي. أهلا بيكي وصباح الخير. اهلا بيكي. صباح الفل. ازيك يا بسمه؟ ازيك؟ الاخبار؟ دايما بيقولوا على الست هي وزيره ماليه البيت، وانه الست الشاطره اللي بتعرف توفر كمان من مصروف البيت، تبقي فلوس. صحيح. يعني دايما الستات عندها كلهم مش كلهم. احنا النهارده جايين نقول للي بقى ما بيعرفوش يعملوا الكلام ده، ازاي ممكن الست تعمل ميزانيه بيت ما تخرش الميه؟ اوكي. اول حاجه دايما بقولها اتعرف على احتياجاتي. ايه هي احتياجاتي؟ هو انا عارفه فعلا احتياجي واحتياج بيتي او اسرتي ايه؟ دي نقطه مهمه قوي. مش ننزل نشتري من باب الشراء او ان احنا من باب ان احنا ناكل، لا، اشوف انا ايه اللي محتاجاه بالظبط، ابتدي اخطط وابتدي اكتب. دايما بقول صديقنا الصدوق الورقه والقلم. ان انا اكتب كل حاجه قبل ما اكتب، لازم ابقى قبل ما انزل، لازم ابقى محدده قبل ما انزل انا هشتري ايه ومحتاجه ايه وكميه قد ايه علشان يكفيني وقت قد ايه. فده بيكون على اساس ايه؟ على اساس ان انا عندي شوية ذكاء، عارفة أنا بستخدم إيه طول الشهر، ولادي بيحبوا إيه، أو الأسرة بشكل عام إيه أكتر حاجة بنستهلكها أكتر، إيه الحاجات اللي إحنا بنجيبها وبتفضل موجودة عندنا في البيت من غير ما نستخدمها أو نستهلكها. فبالتالي هنشطبها بميزانية الشهر بالزبط. بتزيد. ودايما بقول نعمل مقارنة ما بين الفاتورة بتاعت كل شهر، فاتورة السوبر ماركت على فاتورة البقالة على فاتورة بتاعت الفراخ على بتاعت اللحمة بتاعت الخضار، أشوف أنا إيه فرق الأسعار، قدرت أوفر إيه، قدرت أقنن شوية من الكميات. حلوة. قدرت أوفر دي في ستات كتير ورجال على فكرة. أول ما بيدخلوا أي مكان أي سوبر ماركت بيلاقي في كلمة توفير أو خد واحدة وعليها هي عليها أوف خلاص دفع بالظبط، يبتدي عملية الشراء اللي يعني بالزبط. بتبقى شهوة عارفة بعد كده. هي للأسف بتبقى عارفة اللي هي بالنسبة لي هو فرصة. طب أنا محتاجاها ولا هستخدمها؟ لا طب هجيبها ليه؟ ما هي فرصة. عليها اوفر بالظبط. فأنا دايما بقول دفخ. في ازاي بقى؟ ما أنا عارفة إن دفخ، لكن أتحكم ازاي إن أنا ما أعملش ده؟ هرجع للنقطة اللي قبلها، ده انا كاتبه في الورقه ايه الحاجات اللي انا محتاجاها. مش كده بقول بلاش ننزل نشتري شراء عشوائي. الاولويات يعني الاولويات. ما هو انا لو عرفت احتياجي هعرف ايه اولوياتي. فهبتدي احدد اللي انا محتاجاه بالظبط وهنزل اشتريه. ودايما بقول الحاجه وانا بشتريها هو انا عايزاها ولا محتاجاها؟ عشان محتاجاها دي ملهاش بديل، عايزاها دي ممكن اجلها او استبدلها. في برضو حاجة بعض الستات بتعملها، بشوفهم ستات أذكياء بصراحة، إن هي بتشوف سعر الحاجة في كذا مكان بالزبط. والمكان الأرخص، وده طبعا بيحتاج مجهود وإن هي تقعد تدور، بس أنا ببقى معجبة قوي بالستات طبعا. اللي تقول لها جايبة بكذا، تقول لك ده أنا جبته أرخص من المكان الفلاني. بحب ليه بقى؟ لأنه في ناس بتبقى متخصصة شوية فعلا في حاجات مثلا الجملة، فنروح نشتري منهم بيبقى السعر أقل وهيفرق معانا. دي حاجة. الحاجة التانية دايما الحقيقة بحذر شوية، لو أنا جنبي بتاع فراخ بلاش أروح أشتري الفراخ من السوبر ماركت، عند بتاع الفراخ فريش أكتر وأقل سعر أكتر. فدايما بحب اشتري الحاجه من مكانها. بلاش برضو الخضار مثلا او الفاكهه من السوبر ماركت، لا، من الاماكن المخصصه بتاعتها. بيفرق كتير في السعر، بيفرق كتير في جوده الحاجه. وعايزه اركز على حاجه تانية، هي جوده الحاجه واحنا بنشتريها. ممكن عيني تروح لحاجه ارخص شويه بس بتكون متخزنه تخزين بيأثر على جودتها، فبالتالي انا هنا ما وفرتش، هتبوظ اسرع. لا، هي طعمها متغير، فاما هركنها او هرميها واروح اشتري حاجه اغلى شويه، فبدل ما اشتري حاجتين ثلاثه او لا قدر الله اكلها ويحصل لي اي مضاعفات فهصرف الباقي على يعني مظبوط. فبدل ما اشتري مثلا ثلاث حاجات بسعر ارخص شويه، لا، ممكن اشتري حاجتين بسعر اعلى شويه بس جودتها احسن. طب فكره برضو نرجع تاني للاوفر او العروض. طب ما هو برضو في ممكن اكون مش محتاجه دلوقتي جبنه بيضا، بس نزلت لقيتهم عاملين 50% عاليه،
طب انا ممكن كأي ستة افكر اقول طب ما اجيب واسيبها في التلاجة وهتقعد معايا، طب ده مش برضو بيعمل توفير بس بتوفير يعني في خطوات اعلى على المدى البعيد شوية؟ لو انا مش هستخدمها يبقى ما وفرتش. ليه؟ لاني هفضل اكنها في التلاجة، اما هتبقى اكسباير بعد كده او انا مش هستخدمها لا، ما في هو اي انا حاجة. اديت مثال كده، لكن في بعض الحاجات لا بتقعد فترة، تونة الحاجات تقعد لها 6 شهور، لازم اكل بص اصلا. يعني ايا ما كان بقى. حلو، الحاجات اللي هتقعد وانا عارفه ان انا هستخدمها، مش شرط دلوقتي بس هستخدمها اوكي فتمام هجيبها، بس لو في حاجه اولى منها هو فهجيب برضو فقه احتياجي انا. الاولويات مره ثانيه. طيب استهلاك الاجهزه الكهربائيه من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتسحب استهلاك ده كهرباء، وتيجي حقيقي الفاتوره اخر الشهر فاتوره صح. قد كده، واحنا دايما كل شهر نقول مثلا التكييف بيسحب كهرباء، قلل التكييف شويه. في كمان حاجه، وانت بقى قولي لنا اكتر عن الموضوع ده، في انك تشيل الفيشه من الحيطه لو انت صح ما بتستخدمش الجهاز، ده بالظبط، بيوفر قد ايه كهرباء؟ بيوفر كتير. فكره ان انا اكون حاطه الفيشه بتاعه الكاتل او حاطه الفيشه بتاعه السخان او فيشه الميكرويف، اي فيشه وانا ما بستهلكش ده بيسحب كهرباء، فبيفضل على فكره وامان اكتر. نسيبنا بقى من ان احنا حقيقي. نوفر او ارشاد، هو امان اكتر. لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه، كهرباء قطعت فجاه، جت فجاه بتيار مختلف يعني اعلى، فممكن يكون في ضرر. طب خلينا نتكلم كمان على استهلاك الأجهزة المختلفة، إيه اللي أعلى؟ وإحنا خلينا نجيب من الحاجات الأعلى وإحنا نازلين كده بالتدريج، لأن يمكن في ناس ما تعرفش إن الكتم من الحاجات اللي ممكن اللي أكتر حاجات بتسحب أي الحقيقة تسخين سواء مكان. الأعلى من الحرارة، حرارة التسخين بيسحب التسخين سواء بيسحب كان بقى أعلى سخان أو كتم. بالظبط. حتى مثلا في الغسالة لو احنا بنشغل الغسالة مثلا على السخن ده بيسحب على فكرة أعلى أعلى من البارد، فأي حاجة هي تسخين أعلى هي بتسحب أعلى كهرباء. فممكن يعني بدل ما بسخن ميه في الكاتل ابتدي بقى يعني على عادي، احنا النار طول عمرنا كنا مثلا. بسخن على البوتاجاز يا جماعه سيبيها قبليها البراد خمس حقيقي دقايق والله، حقيقي وطعم الحاجه بيبقى مختلف لما يعني بتسخن على البراد. قبليها ب5 دقايق ولا كده، فالدنيا مش هتفرق. طيب بالظبط. التخطيط بقى علشان اعمل خريطه، ايه اول حاجات يعني ما اخد الفلوس اول الشهر، ايه الحاجات اللي احطها الاول؟ مثلا الايجار، الكهرباء، بعد بالظبط كده الاكل، الاساسيات. الايه الايه، اعمل لنا بقى كده تصنيف يعني. الاساسيات هطلع منها الحاجات اللي هي الاساس زي ايجار زي كهرباء، انا ببقى عارفه رينج مثلا الشهر الكهرباء بيجي لي سي كام، الميه كام، الايجار مثلا كام، لو في قسط معين عليا كام، ده بيبقى متحدد، طبعا فببتدي اشيله من الراتب بتاعي. بعد كده بحدد برضو الثمن بتاع الاكل اللي انا بستهلكه تقريبا شهريا. لازم على قد ما نقدر هنعتبر ان احنا الفلوس اللي جات لنا دي 80% بس مش 100%، نحوشها وهشيل ال 20% دي مهما كان دخلي، مهما كان دخلي لازم يبقى فيه مدخرات بالظبط، كانها ما جاتش خالص، في ظرف بنسميه ظرف الطوارئ، واوقات بنقول لصديق الوفي. ليه بقى؟ ممكن احتاجه الشهر ده وممكن لا، فيكفر معايا حاجه للشهر الجاي. جالي مثلا لا قدر الله حد من الاولاد مثلا تعب فجاه، طبعا في ادويه فجاه، الكهرباء زادت عن السعر اللي انا مخططه ليه كل شهر، اي في طارئ اي طارئ بالظبط، فلازم يكون موجود. ممكن ما استخدموش، فممكن ما استخدموش الشهر اللي بعده، احتاجه بعد كده مثلا في 3 شهر، فهبقى عملت حاجه كويسه. بيحميني من الديون، لانه الدين دايما بيخليكي في دايره ما بتخلصش، لان هتاخدي الراتب كل شهر هتسددي الدين فمش هيكفي فهتديني تاني وهكذا ما بتخلصش. ازاي نمنع هدر الطعام يا بصمه؟ بيوت كتير وستات كتير ما بتبقاش شاطره في الموضوع ده، تعمل الاكله ويفيد منها اكل كتير فترمي، ازاي نقلل الهدر؟ للاسف احنا واخدين كده عارفه قاعده اللي هو ايه كرم، فنبحبح ايدينا شويه في الاكل. لا اشوف انا على كل المستويات على كل للاسف. المستويات دي حقيقه بنشوفها دايما اللي هو نظره الناس، حتى لو عزم حد او حتى الاولاد اللي هو يعني لا لازم يبقى الاكل بزياده، طب هو انا هاكل الكميه دي كلها؟ لا. اول حاجه اقنن شويه الكميات اللي انا بعملها، يعني اكيد بنشوف كل يوم بيتبقى مننا قد ايه، فاحاول بقى اقلل الكميه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب ايدي فرطت شويه وانا بعمل الاكل، انا عارفه ان انا مش هاكل الكميه دي كلها النهارده،
فمن النهاردة هشيل الكمية دي واحفظها بشكل كويس وآمن في الفريزر. أيوة. هحتاجها كمان 4 أيام أو أسبوع. بلاش بقى قصة إن أنا إيه، طب هسيبها في التلاجة يمكن احتاجها بكرة وما احتاجناهاش، يمكن احتاجها بعد وما احتاجناهاش. أيوة. فابتدي أشيلها في الفريزر، طعمها يكون اتغير، فنرجع نقول إيه، الحاجة اللي احنا بنشيلها بتطلع طعمها متغير، بيطلع ريحتها مش لطيفة، احنا ما خزنهاش أصلا بشكل صحيح. طب خلينا نتكلم على العودة مرة تانية لأكلاتنا الأصيلة الشعبية. والبعد احنا من خلال الجهاز ده الحقيقة كله بقى بيتفرج، وبقينا في البيوت المصرية كله بيعمل المطبخ الإيطالي والمطبخ اليوناني وبيبقى متطلباته مختلفة وبتبقى مرتفعة في التكاليف. فنرجع تاني بقى لعاداتنا وتقاليدنا وأكلاتنا اللي احنا كلنا متربين عليها وكنا بنحبها. لو رجعنا لعاداتنا وتقاليدنا، أنا أفتكر وأنا صغيرة احنا ما كناش بناكل كل يوم لحمة وفراخ أصلاً. يعني ما كانش فيه ده، يعني بتبقى هي طبخه كده في الاسبوع، بقيه الايام بتبقى في حاجات اللي هي فيها البروتين النباتي زي مثلا البصاره، حاجات حلوه زي قوي. الفول كشري. النابت كشري زي الحاجات الرائعه بالظبط، زي العسل، حاجات فيها على فكره بروتين نباتي وفيها نشويات، حاجات بتمد جسمنا بالطاقه وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه. على فكره حتى لو في موجود بروتين لا غنى لوحده طبعا، لازم بندعمه بحاجات غذائية قيمة أعلى شوية، جزء من النشويات وجزء من الخضروات علشان نزود أو نعزز القيمة الغذائية. في حاجة برضو من الحاجات اللي ممكن نبقى بنصرف فلوسنا فيها وإحنا مش مركزين، ما تبقيش عارفة صرفتي في إيه، خلاص فلوس خلصت، شراء الملابس. في كتير من الأحيان بتبقى الموضوع ضروري، لكن برضو بتبقى أسعارها أو إحنا بنشتري في أوقات ما بتبقاش فيها الأسعار المناسبة. صح. إيه الحاجات اللي تنصحي بيها الناس وقت شراء إمتى يشتروا الملابس، الأماكن اللي ممكن يشتروا؟ يعني الناس كلها بقت في موضة كده، أنا اشتريت من المكان الفلاني وأنا اشتريت، ويقعدوا يعلوا على بعض. بصي انا دايما هقول حاجه الاول بعد كده اقول هنعمل ايه. دايما بشوف هو انا اصلا الموضه اللي نازله دي دلوقتي او المكان الفلاني هو مناسب اصلا ليا او لجسمي او لعاداتي او لتقاليدي او لشكلي كلبس ولا لا، علشان احدد برضو انا عايزه ايه وايه اللي هيليق معايا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا دايما ودي حاجه انا بعملها شخصيا، انا دايما مش بشتري في السيزون نفسه، لا وهو السيزون بيخلص. فثمن الحاجه في السيزون نفسه لا وهو بيخلص بالظبط، هتلاقي نفسك بتجيبي حاجتين او ثلاثه بتفرق خلاص من حاجه واحده. بالظبط. بس لازم اشوف برضو هي الحاجه وانا بجيبها في سيل دي انا محتاجاها، او هو ده الستايل اللي انا بلبسه علشان ينفعني السيزون اللي بعده. فهتلاقي نفسك في كل سيزون انت مش محتاجه تشير لبس لان انت اوريدي مكوره من قبلها بالظبط. طب الشراء برضو انا الجهاز ده عامل لي مشكله الحقيقه، الشراء بهذا الجهاز اللي بقت كل السيدات المصريات بيعملوا، وبتبقى حاجات بقت من قليله جدا جدا، بس علشان العديد من الاوردرات زي ما بيقولوا كده، فتلاقي في فاتوره كبيره. ازاي اتحكم في شهوه الشراء عبر الانترنت؟ هسال نفسي الاول سؤال قبل اي حاجه وعلى كل حاجه، سواء لبس او اكل او جهاز او مكان او اي حاجه. هي الحاجه دي فعلا انا محتاجاها؟ اسال بس نفسي كده لمده 3 ثواني قبل ما ادوس بس واشتري وانفذ الاوردر. لا مش محتاجاها وبشتريها، دي مشكله. مش محتاجاها، ينفع تتاجل؟ ما بيبقاش يعني، في طبعا بيبقى في احتياجات، بس اغلب اللبس والسيده المصريه ما بيبقاش في احتياجات. ازاي اتحكم في شهوه الشراء؟ هسال نفسي الاول انا محتاجاها، عايزه اشتريها. طب ينفع تتاجل؟ في اولويه غيرها؟ مشابه لحاجه عندي في الدولاب على فكره، في حاجات دايما ما بنبقاش شايفينها بجد في الدولاب عندنا، مش شايفينها. ممكن نجيب حاجه شبه حاجه عندنا بس احنا ناسيين اللي موجوده عندنا اصلا. فانا دايما بقول سواء في الدولاب بتاعنا على فكره او في درفه الخزين المطبخ، نشيك على الحاجه قبل ما نروح نشتري حاجه ثانيه. دي نقطه مهمه جدا. شكرا استاذه بسمه السباعي، خبيره في اداره الاقتصاد المنزلي، شرفتينا افدتينا.